أخبار اليوم. أولا ده أول حدث في من نوعه اللي احنا بنعمل حضرتك حدث دولي وليس الغرض منه عرض أزياء. احنا بنعرض الأزياء ده بنتعرف على ثقافات وحضارات العالم، وسبقنا كان ده الحضارة الفرعونية عندنا في المعابد المصرية موجودة فيها للعروض والأزياء موجودة على الحضارة المصرية. فسمينا الحدث اللي هو نفرتيتي. نفرتيتي طبعا ليها حضرتك من ناحية الحضارة والثقافة ليها تاريخ جميل جدا. فده أول حدث بيقام حضرتك على أرض الأقصر، وإن شاء الله هنثبته على جنتها السياحية يكرر كل سنة. وهذا الحدث بيغطي حضرتك وكالات أنباء وصحف عالمية ودولية جاية، وفي عارضات أزياء دوليين مشاركين في هذا الحدث. فبالتالي حضر هذه التغطية هتعكس حضر نيل نصورة خارج مصر لنبعت رسالة مصر واحد أمان واستقرار، ومصر عندها استعداد لتنظيم الأحداث الدولية والثقافية والرياضية والفنية موجودة على أرض مصر. بالتاكيد احنا حضرتك مع شركه الجده بتي عشان تغرد هذا الحدث، طبعا تحطه على حلقه جنتها السياحيه، وتم عن طريق برضو مكاتبنا الخارجيه في الخارج لترويج هذا الحدث، حطيناه على الموقع برضو بتاعنا بتاع هيئه التنشيط السياحي لترويج هذا الحدث. فهذا حدث مهم جدا، وان شاء الله يعني السنه الجايه برضو هذا الحدث برضو هيقام برضو بفعاليات اكثر من كده باذن الله. احنا بنركز حضرتك على المهرجانات، حضرتك سواء المهرجانات الثقافيه او السياحيه او الرياضيه. احنا كان الشهر اللي فات برضه كان عندنا مهرجان السينما الافريقيه كان موجود حضرتك في الاقصر، واللي قبليه برضه كان في مهرجان السينما الاوروبيه كان موجود في الاقصر. في برضه بنجيب من برضه مشاهير سواء حضرتك مشاهير في الفن بيبقوا موجودين برضه بالحفلات تبقى موجوده فيها. وبركز برضه على الاجنتا برضه السياحيه السياحه الرياضيه تبقى موجوده. هنجيب فرق برضه مشهوره وتبقى ليها سواء في كره القدم او في انواع رياضه مختلفه تقام حضرتك ليها حضرتك مباريات هنا على ارض مصر، ودي برضو لتشجيع السياحه الدوليه والسياحه حضرتك الداخليه.